السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفاو الضو. مشينا. كنبغي نقول لكم الخوت سمحوا لي حيت غبرت عليكم، ولكن كان لابد ما ناخذ شي ايام باش ارتاح حيت كثرات عليا الخدمه. كنشكر الناس اللي جاوا يسولوا عليا في انستغرام، الحمد لله راه ما كاين باس، غير خديت شي ايام باش ارتاح وصافي. كنتمنى انكم تكونوا قدرتوا الظروف ديالي وخليونا نبداو. كيف العاده اليوم جيتكم بفقره قصص المتابعين، وكيف كتعرفوا في هذه الفقره هذه كنجمع القصص اللي كيكونوا قصار شويه وكنديرهم في فيديو واحد. بلا ما نطول عليكم اكثر، خليونا نبداو مع قصتنا الاولى اللي كتقول سميتي خولة، من مدينة الرشيدية وعندي 26 عام. قصتي مع عالم الجن غتبدا ملي كانت عندي 17 عام، في الاخر ديال السنة الاولى بكالوريا، النهار اللي غتبدل فيه حياتي من انسانة فرحانة ونشيطة لوحدة مكتئبة ومنعزلة على الناس. واحد الصباح خرجت من القراية وكنت عيانة واحد العيا ماشي طبيعي، لدرجة اني كنت باغا غير النعس. حطيت راسي على المخدة وما بين الفياق والنعاس كنحس بواحد الصرفقة مجهدة جاتني للوجع، لدرجة انني فقت كنغوت. جات الوالدة عندي كتجري، قلت لها بلي شي حد ضربني لوجهي، تخلعات خصوصا حيت كنت انا وياها بوحدنا في الدار. قالت لي اقراي القرآن ونعسي، غير باش تكون في بالكم انا في ديك الوقيتة ما كنت عارفة والو على عالم الجن اولا على هاد العالم بصفة عامة اولا مصدر ديك التصرفيقة منين جاتني. رجعت باش نكمل نعاسي وهو يشدني بغطاط اللي كانت هذيك اول مره في حياتي غيجيني. كنت كنحس براسي صافي غادي نموت. هزني من فوق سداري وخبطني في الارض، عييت من غوت باش يسمعني شي واحد ولكن والو. فواحد اللحظه شفتو بان ليا بحال شي دخان كحل كيبرك على الكرش ديالي من الجهه اليسريه، وداك الحريق كان بحال شي موسك يتخشى فيا. بديت كنقرا في ايه الكرسي حتى فقت، ما قدرت نقول الوالده والو. ومن داك النهار تبدلت 180 درجه، وليت غير كنبكي وديما في الليل جالسة وسط الظلام وسادة عليا. الوزن ديالي نقص ووجهي عمر بالحبوب، ما خليت حتى شي دواء وما نفعني والو. بديت الرقية الشرعية والحمد لله وجهي كان غادي وكيتحسن. هادشي دام كتر من 4 سنين، ولكن قصتي ما سالاتش هنا، عاد غتبدا. واحد الليلة كنحلم بكلاب كوحل والفاعي تابعيني وبغين يعضوني، وانا كندافع على راسي وكنقرا قرآن. عاد كنقدر نفيق من ديك الحلمة. كل ليلة كتخرج ليا واحد المرأة، ماشي مرأة جنية، وسيفتها كتخلع، كتخرج ليا من بيت والدية، كتبغي تآدي الوالدة وأنا كندافع عليها. المشكل أنه في داك البيت بالخصوص ديما كنشوف الجن، وخصوصا ديك اللي كتجيني في الأحلام ديالي. شفت راسي عايشة في الظلام وحياتي غادا وكتزيد تكفس، وأنا نقرر نعاود كلشي للوالدة. ولات كتقول ليا بلي خصني نصلي، حيت فديك الوقيتة مبقيتش قادرة نصلي، ولكن الحمد لله كان الذكر ديما في لساني. نجحت داك العام الحمد لله، ولكن الأحلام كنت باقا كنعاني منها. وفي الثانية بكالوريا عاوتاني غيبدا معايا الرعب ديال بصح. داكشي اللي دزت منه واللي باقا حتى لدابا كنعاني منه ما تبغيش حتى للعدو ديالك. العام اللي كان خاصني نزير فيه راسي غدا نسقط، والسبب هما دوك الأحلام اللي كانوا كيعذبوني، الجن والجنية اللي ما كيتفارقوش معايا. والليلة اللي كدوز عادية عندي كنشوف فيها ديك الجنية كترسم ليا شي طلاسم على شكل باب، والمشكل انني ما كنتش عارفه شنو بغات توصل ليا، حيت هي اللي ديما كنشوفها ولكن بصورة كتخلع. ولا عندي وسواس ديال الموت، كنقول كل نهار غنموت انا ولا شي واحد من عائلتي. هادشي زاد مرضني واثر عليا اكثر، ولاو ديما كيوقعوا معنا مشاكل في الدار في كل نهار وفي اي مناسبه. تخيل معايا البولات كيتحرقوا واي حاجه كتشعل بالضو كتخسر. الوالد والوالدة حسوا حتى هما بلي كاينة شي حاجة ماشي عادية في الدار. واحد النهار كنت جالسة قدام البيسي وقلت نشعل الرقية. البيسي كان في بيت النعاس، مشيت سديت الشراجم عاد طلقت القرآن. يلا غدا نبدا نسمع حتى كنحس بلحمي كامل سخن عليا، وبحال شي واحد حضر معايا في البيت كنسمع صوته اللي كان كيخلع. قلت ما غاداش نتسوق وغنطلق القرآن. يلا بدا وهو يتصوت على البيسي، وانا بحال شي واحد دخل ليا في الجسد ديالي. وبديت غير كنغوت، ما عرفت باش تبليت. الوالده مسكينه جات كتجري، نوضتني وداتني للبيت،
ولكن صدمة أنني ما قدرتش نهضر، غير كنشوف فيها وكنضحك، وبحال الصوص يتبدل ولا ديال المرأة شارفة. بقات كدوي معاها وهي تقول ليها ما غادياش نخليها، غادا نبقى معاها. صافي في ديك اللحظة وانا نفيق، فاش جا الوالد قررت الوالدة تعاود لي كلشي وداوني لعند راقي. وفي نفس الليلة بديت كنحلم بيهم، يعني الجن جاو ليا وبداو كيضربوني وانا ما قادرش نتحرك بحال مكتفة. لغد لي مشينا عند واحد الراقي وعاودت لي كلشي اللي وقع ليا. قال لي عندك المس والعين، والحمد لله داك الوسواس ما بقاش فيا ونقصوا الاحلام شويه، ومع الوقت بدات كترجع لي صحتي. ولكن ما كاملاش عام حتى غنرجع كيف كنت في الاول. واحد المره متكيه غمضت عيني ويلا حليتهم، ويبان ليا واحد الخيال كحل على شكل راجل كان متكي فوق مني. قوت الصدمه والخوف ما قدرت نقول والو، هادشي ما حبسش هنا. كنت غير بوحدي في الدار وكل شي خارج كنتفرج وكنضحك حتى بدا الضو كيمشي ويجي، وانا كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديت كنحس بشي حد كيقاس ليا في ودني، وكان جاني واحد الصهد خايب لدرجه شداتني البكية حيت كنت عارف راسي ماشي بوحدي. خرجت كنجري للزنقه، بقيت كنتسنى موالين الدار حتى جاو. رشات الوالده الدار كامله بالملحه على اساس انها كتبعد الشياطين، ولكن دارت غلط كبير حيت فاش نعست بالليل جات عندي نفس الجنيه وقالت لي اخر مره ديروا الملحه في الدار. ديك الساعه عرفت بلي الدار ما ساكنيناش غير بوحدنا، ولكن المشكل حتى شي واحد من غيري ما كان كيشوف هذا الشيء. المهم باش ما نطولش ولا نعاود الاحداث، بغيت نقول غير عييت من هذا الشيء اللي دام اكثر من 8 سنين وبقى لحد الان كنعاني منه. وفي هذه الايام الاخرى وليت اي حلم كنشوفه كتوقع. واحد الليله كنت حلمت بديك الجنيه كتقطع لي شعري، وملي فقت في الصباح كنمشطو لقيتو بالفعل مقطع. من تماك اموري غدا وكتعكس، سواء في الخدمة ولا في الزواج ما كتكملش. وفي كل مرة كنفكر انني نسمع للرقية كنحلم بيوم كيعذبوني، يعني ما كيبغيونيش نسمع ليها ولا حتى نطلقها في الدار. وغير كيقول لي راسي نطلقها كيبداو يوقعوا المشاكل. ملي كنجيب شي راقي للدار كيقول لي بلي انا عندي سحر والدار كاملة مرشوشة، ما عرفناش شنو نديرو. نتمنى اللي عارف شي حاجة يفيدني بيها، راه هادشي كتر بزاف لدرجة وليت كنشوف جنون بصفة كتخلع وعندهم القرون. كنتمنى اللي يلقى شي تفسير لهادشي اللي كيوقع مع هاد البنت يخليه في التعاليق لتحت، راه هي غادا تقرا التعاليق ديالكم كاملين. شكرا ليها على المشاركة ديالها. ندوزو القصة الثانية اللي معانا اليوم. خويا انا جيت نعاود لك قصتي، سميتي ابراهيم وعايش في البادية. عندي واحد الاخت كبيرة ومزوجة، واحد المرة كانت جات عندنا الدار وفي الليل بدات غير كتهضر بوحدها وكتضحك. ديك الليلة كنت ناعس في بيتي كأي ليلة عادية، نوضتني الوالدة ونطت وانا مخلوع. قالت لي بقى مع اختك انا غنمشي نجيب خوك ونجي. مشات وانا بقيت كنشوف اختي وهي مجبدة حدايا كترجف من يديها ورجليها بواحد السرعة اللي بزاف. جات الوالدة وهي تغطيها، قالت لي نشعل التلفازة وندير القرآن، وهي تبدا اختي كتنطق بواحد الصوت ماشي ديالها، كان الصوت ديال الراجل. قال لي ما ديرش القرآن، وكانت كتشوف ليا في عيني بحال الا كتهددني وكتقول لي غنتقم منك. مشى خويا عيط لواحد الامام بالجامع قريب لينا، بدا كيقرا قران بصوت مرتفع وهي كتسد ودنيها وكتغوت وكدير شي اصوات كيخلعوا، كان فيها واحد الجهد ماشي عادي. بدا كيدوي معاها وكيقول ليها شنو سميتك. جاوب صوت داك الراجل وقال ليها انا حمو، علاش دخلتي ليها؟ قال لي انا كنبغيها وما غاديش نفرقها حتى للموت. سولو كيفاش دخل ليها، قال لي انا مبعوث من كبار الجن وكيتحكموا فيا وهادشي عن طريق السحر. ملي سولو على شكون اللي دار ليها السحر قال لي بلي ما نقدرش نقول ليك حيت الا قال غادي يقتلوه، وهو غير جن ضعيف وما في يدوش. قال لي غادي تخرج منها، قال لي لا، قال لي اذا غادي نقرا عليك القران ونعذبك ونحرقك. بقى معاه حتى قال لي صافي انا غادي نخرج، وعطاه العهد باش ما يعاودش يرجع. قال لي صافي واش تخرج من يديها ولا من رجليها؟ قال لي غنخرج من رجلي. حتى شويه بانت لينا رجليها تهزات وبدات كترعد. صافي تماك فاقت اختي ولات بخير وما عاودش طرا ليها هادشي. انا بغيت نعاود لك اخويا هاد الموقف بحكم انني حضرت ليه، وكنشكرك اللي قبلتي تدوزو عندك. كنشكروا الاخ اللي بارطاجا معنا قصته، وندوزو قصه واحده اخرى اللي كتقول انا من المتابعين ديالك وعندي حاليا 17 سنه. ملي كنت صغيرة كنت مضروبة على التدواش، وخا تكون الشتا والبرد
كتلقاني مخشية تحت من البابارد. كانت الوالدة ديما مدازة معايا على هاد القضية، وملي زدت كبرت ولو كيطراو معايا حوايج في شكال، مثلا فيما كنت كندابز مع الوالدة ولا كتضربني كتخرج فيها، سواء كنا ضاحكين ولا بصح. هاد المرة كان عقل كنت دابز معاها وكانت عندي ديك الساعة 11 عام، غوتات عليا وضرباتني، وديك الليلة تفدعت من يديها. مرة أخرى ضرباتني ولكن ما درت والو، بقيت غير كنشوف فيها على حسب ما قالت لي واحد بنت خالتي بلي الملامح د وجهي تبدلو، وديك بنت خالتي كانوا كيقولوا بلي كتشوف الجن. الله خويا اللي ديك الليله كنسمعوا غوات الوالده كتغوت ربي اللي خلقها. اللي مشينا كنسولوها مالك، قالت لنا والو غير حلمت. الغد ليه بقات غير كتشوف فيا، حتى قالت لينا بلي البارح ماشي حلمات، ولكن خرج عندها واحد الراجل شدها من يديها وقال لها ما تعاوديش تحط يدك عليها ولا غادي نهرسها عليك. لقينا يديها مسكينه كامله زرقاء، ومن تماك وهي كتحاول ما تضربنيش وغير كتغوت عليا. وهادشي ما كانش كيبقى مع غير بوحده، مع الناس كاملين، اي واحد ضربني ولا خلاني نبكي كتخرج فيه. انا كانت عندي علاقه مع واحد الولد، والاخر غنكتشف بلي كان معايا غير على قبل صاحبتي. وفي نفس الليله بقوت ما بكيت وتعصبت، تصدمت بالخبر اللي غتجيني ملي عرفت بلي دارك سيده هو وباه في الكاميو. غيب تقريبا شي شهر على المدرسه، وملي رجع سولوه الدراري قال لهم بلي كان غادي هو وباه لتطوان، حتى خرج لهم واحد الراجل في نص الطريق. الوالد ديالو ما بغاش يحبس، ولكن غير قربوا لذاك الراجل الكاميو عواج وداروا ديك الكسيده، حتى واحد ما تاق الا انا. ومن تما قلبت وجهي عليه. واحد المره كنت جالس انا والوالده ضاحكين، قالت لينا نلعبوا اللي خسر نحكموا عليه. كنت خسرت انا الاولى، وقالت لي يا اما تاكلي الزيتون ولا نوكلولك بزز، وانا ما كنحملش الزيتون. بقات تابعاني وكتقول لي غنوكلولك. بقينا ضاحكين حتى شويه بركات عليا وبغات توكلولي. قرصتها من فخدها غير بشويه زعما باش تنوض عليا. الغد ليه كنلقاو الفخد ديالها كله زرق وما كتحش به. بقات تقريبا هكاك شي شهر عاد فاتها الحال. الراقي اللي كنمشي لعندو ما كيقدرش يجبدني ولا يقول لهم شنو عندي، حدو كيقول لهم ردوا البال لهاد البنت وردوا منها البال. اللي كنسمع القران بالعكس كنحس براسي عادي مرتاحه، ولحد الان بقى ما عارفاش شنو هادشي اللي فيا. ندوزو قصه واحده اخرى اللي كتقول معكم ريم من الجزائر. وقصتي بدات ملي كانت عندي 14 عام، وبالتحديد ملي كنا كنصاوبوا دارنا. في ديك الوقيته كنا مشينا لعند جدي باش نبقاو معاه، تقريبا جلسنا عنده 15 يوم بيد ما المعلميه يكملوا الدار ونمشيو. ومتاكده بلي كنت بوحدي. شويه حتى طلع عليا واحد الراجل كان وجهو كيخلع وما عندوش النيف والعينين، وجهو كان بحال مسدود وصلع ورقيق بزاف. انا غير شفت داكشي تخلعت، قلت هالولد خالي، ولكن ملي مشينا ما لقينا والو. موراها بيومين كنت انا واختي وبنت خالتي في الصالون، وشفنا خالي دخل الطواليط اعزكم الله. بقينا كنتسناو يخرج ولكن ما خرجش. ملي مشيت نقلب ما لقيتوش، شدتني التبوريشه. في الليل كنسمعو الدقال في الباب، وملي كنمشيو نشوفو شكون ما كنلقاو حتى حد. بقينا على داك الحال حتى رجعنا للدار. كانت عندنا واحد المرايه غير مليوحه، شحال هادي ما شفناش فيها وجهنا. كانت محطوطه في واحد القنت، وملي لقاها الوالد قال لك نديروها في الطواليط. من النهار اللي درنا ديك المرايه تماك وحياتنا مقلوبه. غير تدخل الطواليط كتلقى راسك كتهضر بوحدك وكتغني وتضحك. واحد الليله الوالده كانت ما بين النعاس والفياق، بانت ليها مرا لابسه البيض وشعرها طويل خارجه من الطواليط وكتدور في الدار. الوالده ماشي من داك النوع اللي كتعاود وكتبدا تقول لك شنو شفت وشنو شفت. اما انا بديك الليله كنت كنحلم براسي في واحد المقبره ومعايا واحد البنت، كنا هازين واحد الصندوق ديال الموتى يعني تابوت. ديك البنت طارت لعندي وكتقول لي جري راه خصك تدفنيها ولا غتبقى تابعك حياتك كامله. انا باش جيت ندفنها وقفات، كانت كلها عامره بالدم وكتقول لي ما عمرني غادا نخليك. بقات تابعاني وكتجري ورايا. رجعت للدار لقيت الوالد وخواتاتي جالسين، بديت كنقول ليه قرا القران قرا عليا القران. اللي بدا كيقرا هي كانت كتحرق، فقت كنبكي. اللي عاودت الوالده شنو وقع، قالت الوالد بلي ديك المرايه فيها شي حاجه، هو ناط حيده من الطواليط وحطها في الصالون. ديك المراه وقفات على الوالده في الليل وقالت ليها صافي ما تلوحوش ديك المرايه، انا راه مشيت في حالي. ولكن الغد ليه الوالد رماها، ومن تماك الصداع نقص شويه، ولكن كنا باقين كنسمعوا التقرقيب.
كتحس براسك ماشي بوحدك في الدار. انا ملي شفتك شي كتر بديت كنتقرب من الله، كنصلي كنقرا القران وديما الفجر في وقته. فيما كنت كندخل شي بيت وكنكون جالسه بوحدي كتبان قدامي الصوره ديال واحد المراه غضبانه عليا. بقيت على داك الحال نهار كنشوفو نهار لا. وصل العيد الصغير وكيف العاده مشينا باش نتجمعو عند جدي، كانوا خوالي وخوالاتي تماك. انا في واحد اللحظه عييت وبغيت نمشي ننعس، فرشت بلاصه ونعست فيها. كانت ديك الساعه قبل ما يأذن الفجر بشويه، حتى تبدلات حالتي وما فهمتش كيفاش. بديت كنبكي وكنغوت بحر جهدي بحال شي وحده كتصرع. تجمعوا عليا وحساب لهم غير كنموت. بدا خالي كيقرا عليا في القران والوالده مخلوعه. حتى أدى الفجر عاد حسيت بشويه الراحه. كنت شفت واحد الحاجه وانا كنتصرع ولكن ما نقدرش نوصفها لك. واحد النهار كنت فقت في الصباح باش نمشي للمدرسه، مع غدا نحل الباب كيبان لي الباب مرشوش بشي حاجه خانزه وصفرة. اختي التويميه تخطاتها هي الاولى ومن مورها تبعتها انا واختي الصغيره. الوالده مسكينه ملي شافت داكشي ما عرفات ما دير ومسحاتو بجافيل. بدا الصداع عاوتاني والمشاكل، ولاو عندنا مشاكل في الفلوس، وعاد الصداع والغوات اللي كينوض ما بين الوالد والوالده. هو ولا ديما معصب حتى مني انا، ما بقيتش كنحمل خواتاتي. وفيما كنت كنكون ناعسه في الليل كنحس بشي واحد كيجر عليا الغطا. الوالده شافت حتى عيات وقالت لخالي يجيب لينا شي راقي. ملي بدا كيقرا كنت كنحس براسي ماشي انا، ويدي كانت كضرني بزاف، وحتى الوالد رجليها كانوا كيضروها. وخواتاتي كل واحد وشنو دارو، قال لنا بلي عندنا سحر مرشوش ولازم نقراو سورة البقرة كل نهار. ملي مشى داك الراقي وتحديدا في الوقيتة ديال قبل المغرب بشوية، كنت كنسمع واحد الصوت ديال شي مرا كضحك. بقيت كنقول مع راسي شكون اللي كيضحك. من موراها في الليل باش جيت نعس كتبان ليا واحد اللفعة، وجهها تحول لوجه شيطان، ومن بعد ولات راجل. بقيت خايف كنهضر معاهم وكنقول لهم اشنو بغيتو من عندي، ولكن غبروا بلا ما يدويو معايا. الغد لي داز داك النهار عادي، ولكن في الليل عاوتاني كنت سهرانه انا وخواتاتي. الوالده كانت ناعسه والوالد كان خدام في الليل، حتى بدينا كنسمعوا صوت واحد المش ما عرفناش منين جاي، ولكن من بعد تحول ولا صوت دري صغير، ومن بعد مره كبيره كانت كتبكي. والمشكلة أخويا أنه ما كان عندنا حتى شي ولد صغير في البلاصة اللي ساكنين فيها. فيما كنمشي نعس كنحس بشي حاجة كتقاسني في رجلي، كنبقى نقرا في القرآن حتى كيديني النعاس، وفي الآخر كنقول الحمد لله على كل شيء. أنا عرفت اللي دارت لينا السحر وشفتها بعيني كتحرق واحد الوراق في عاشورة، 10 أيام وأنا كنشوف فيها كتحرقهم. حسبي الله ونعم الوكيل، وفي الآخر كنقول ولا يفلح الساحر حيث آتى. كنشكر هاد الأخت اللي شاركت معنا قصتها. ندوزو القصة واحدة أخرى والأخيرة في هاد الليلة. الوالدة ديالي فاش كانت صغيرة كانت عاطية للعين، خصوصا أنها كانت كتعيش في واحد المدينة اللي صغيرة وناسها معروفين، كل شي كيعرف كل شي. بداو كيخطبوها وهي عندها 12 عام، اللي كيشوفها كيجي يخطب. واخا كانت هي الصغيرة في خواتاتها الوحيدة اللي قرات من بين البنات يعني خوالاتي. بقات على داك الحال، مرة يجي أستاذ مرة محامي عسكري ولا مهندس، ولكن ديما كتفسخ الخطوبة وما كتكملش. واحد النهار هي وصاحبتها كانوا خارجين واقفين حدا الشارع، شوية صاحبتها قالت ليها شوفي هادوك اللي حاضيننا من الطوموبيل، كانوا كيشوفوا لجهتهم. الوالدة ما كانتش عزيزة عليها البسالة، قالت لها يلا نمشيو في حالنا. دازت ليام احتاجة واحد من هادوك اللي كانوا كيشوفوا فيهم باش يخطب الوالدة، كان عسكري من القرايدية. صافي الوالدة تفاهمات معاه، مشى جاب الوالد ديالو ومرات بواه، بحكم ان امو كانت ميته. قالت لي الوالده بلي مرتاحتش لديك مرات بواه، اتفقوا على نهار الخطوبه الرسميه وداكشي. بداو كيوجدوا لذاك النهار. صراحه قالت لي بلي ديك الخطوبه طلعت بحال العرس. من مورا ما داز داكشي الوالده بدات كتمشي عندهم للدار، ولكن ديك مرات بواه ما حاملاهاش، كتبقى دير فيها شي شوفات ما مفهومينش، ما كانتش كتبغي تشوفو مخرج الوالده ديالي وكيشري ليها. دازت ليام وبداو كيوجدوا باش يديروا لاكت، حتى بدات كتحس الوالده ديالي بشي حاجه ماشي هي هذيك. هي من النوع اللي عزيز عليها الخروج ملي كانت صغيره، كيعجبها تخرج مع صحاباتها ويبداو يدوروا، ولكن ما بقاتش حامله هادشي، ما بقاتش حامله حتى الضو ولا الزنقه، ولا باغا غير الدار والظلام. ضعفت بزاف وصفارت، كانت غاده وكتكحال، مع العلم انها بيضه بزاف. داك السيد اللي كان خاطبها كان كيجي يسول جده عليها،
ولكن كتقول لها بلي ما بغاش تشوفه. من بعد بدات كتقول لهم بلي ما كتحملوش وبغاتو يبعد عليها. بقاو على داك الحال حتى صافي غبر وما بقاش كيسول نهائيا. داس ليام والوالده بدات كتقيا، ضعفت لدرجه اللي كلاتها ولات كتردى. كانت باقا مخشيه وسد عليها في البيت والظلام، داكشي اللي فيها ما كانش باغي الضو ولا الزنقه. جات لعندها صاحبتها باش تخرجها معاها، الوالده ما كانتش باغا ولكن بقات عليها حتى قنعاتها. يلا خرجوا شويه الزنقه ويا الضوخ وسخفات ورجعتها للدار. بقات على داك الحال مسكينه وجدها ما عرفت ما دير ليها، كتشوف بنتها كتموت قدامها. واحد الصباح وهما جالسين جات خالتي كتجري لعندهم وكتفرع في الباب وكتدق بالجهد. حلوا ليها وهما مخلوعين وكيقولوا لها مالكي واش تابعك شي واحد؟ عطاوها الما شربات وجلسات كتعاود ليهم وقالت باللي الليله اللي قبل وقف عليها واحد الراجل عنده لحيه بيضة ولابس كلشي بيض. قال لها جي نوريك داكشي اللي واقع لاختك الصغيره، فين كاين وشكون اللي داروا ليها. هما تصدموا والوالده بقات غير كتشوف. قالت لهم داني حدا الدار ديال خطيبك العسكري، الدار اللي مقابله معاه كاين فيها واحد الفقيه وتماك دار لها داك السحر. فاقت في الصباح وقالت يمكن غير حلمه، ولكن ملي خرجت باش تتقضى كتحلف وكتقول باللي رجليها ما حستش بهم حتى داول عند داك الباب، يعني الحومه اللي فيها الفقيه ودار العسكري. وتماك تخلعات ورجعت كتجري عند الوالده وجدها. قالت لها جده ورينا هاد الدار نمشيو ليها، راه الدريه كتموت. لغد ليه جده لبسات الوالده واحد القشابه ودارت لها دره باش ما يشوفها حتى شي واحد، حيت الدار ديال داك العسكري حداه. وصلوا حدا الدار ودقوا وحلات لهم واحد المراه. سولتها جده وقالت لها واش كاين هنا واحد الفقيه؟ قالت لها ادخلوا مرحبا بكم. ديك السيده صدقات مراته، دخلوا وجلسوا وقال لهم ياك لاباس. جده بدات كتشكي له وكتقول ليه الدريه عندي ولات حالتها وانا نعرفو شكون اللي دار لها هادشي وكيفاش يتحيد. قبل ما يبدا شاف في الوالده وقال لها حيدي داك الخاتم اللي في صبعك وجمعيه في يدك باش تاكدوا واش كان كذب ولا لا. الوالده تخلعات ودارت داكشي اللي قال لها. بدا كيدوي بوحدو شويه قال لها حل يدك ولقات الخاتم ما كاينش. قال لها الا بغيتي كاع نحيد لك صبعك ونرجعو نديرها. الوالده تخلعات وكتقول لي عافاك رجع لي خاتمي، وبالفعل رجعوا ليها. ندموا كاع علاش مشاو لعندو. قال لها عطيني سميتك وسميت امك. قالتهم ليه هو يقول لها انت راجعت عندي واحد السيده باش دير لك السحر الاسود، وقالت لي نفرق بينك وبين ولد راجلها وبغاتني نسطيك ونخليك تقتلي راسك وتلوحي حوايجك وتقطعيهم وما تشوفيش الضو حتى تحماقي. صافي تماك الوالده عرفت الحقيقه، السيد عجباته الوالده. قال لي هذيك المره اللي جات تسحر ليك قالت لي بلي انت خايبه. جده كانت خايفه وقالت ليه واش انا جيت باش نفك بنتي ولا نزوجها ليك؟ قال لها ومالا ما يخصها حتى خير معايا. قالت ليه ولكن انت راك مزوج. قال لها ياك الشرع عطاني اربعه، عطاها واحد الحجاب وشي حوايج ديرهم في الماء وتغسل بهم لمده 3 ايام باش يتحيد داكشي اللي عليها، حيت داك السحر اللي دار ليها صعيب. دخلوا ورجعوا للدار. الوالده كتقول غير مشات باش تغسل بداك الماء يلا خواتو عليها كتحس بحال الا عاد تنفسات، بحال الا روحها رجعت ليها وبحال الا شي حاجه خارجه لها من رجليها. دازت 3 ايام ولات بخير وبدات كترجع كيف كانت. ملي دازو دوك الايام العسكري رجع لعندها حيت داكشي اللي دار بيناتهم ما بقاش، كان حاس براسو بحال مغيب وناسيها. جا لعندهم وكيقول لهم بغيت غير نشوفها راني كنت معمي. الوالده مابقاتش باغا تزوج بيه حيت كانت خايفه من مرات باه، واخا هو عرف الحقيقه ومشى غوت عليها وقال لهم الا ما كانتش ديك البنت ما غنعاودش نتزوج من نهار خلاق. تما الوالده صافي خدمات بواحد المكتبه باش تنسى داكشي اللي داز عليها، واخيرا حست براسها بدات كترجع لحياتها الطبيعيه وكانت فرحانه في خدمتها. في ديك المكتبه كان كيجي واحد السيد خدام معاهم وكيجيب لهم الجورنال وشي كتوبه. الخدمه الاساسيه ديالو هي التوريزم، كيدير داكشي ديال جيد يعني كيسافر بزاف. شاف الوالده وعجباتو، هي حسات بهادشي ولكن كانت متخوفه بزاف حيت يلا خرجت من علاقه فاشله. دوا مع ديك مرات مول المكتبه وجات عند الوالده وقالت لها راه السيد ناوي كل الحلال، وبالفعل جاو عندهم للدار باش يخطبوها. وغير قبلات الوالده بداو عاوتاني المشاكل كيوقعوا، ولا السيد كيغبر غير بوحدو كيمشي مودة وكيعاود يرجع. تزوج بيها وخلاها في دارهم، قالها حتى نديرو العرس، كيشري لها الحوايج وكيعطيها الفلوس، ولكن مشكلته انه كيغبر بزاف وكيدير سباب الخدمة. بقى على داك الحال مرة كيجي مرة كيغبر. واحد المرة تعطل بزاف، الوالدة كانت ملات وقالت لجدها غنمشي لكازا عند اختي.
ملي الوالدة دازو شهرين وخونا مرجعش بغا تطلق ودير طلاق غيابي. خالتي كتعمر لها راسها وكتقولها غنديك عند واحد الفقيه وهو اللي غيعرف لك فين كاين، وبالفعل داتها عنده. عاودت لي خالتي شنو عندها، هز لها الخط وقال لها السيد راه ما مشاش لبرا كيف ما قال لك، هو كاين غير هنا في كازا ولكن ناسيك حيت مساحر عليه، بغاتو ينساك حيت ما حملاتكش، هي ما بغاش اصلا ولدها يتزوج. واخا رجعوا ليك اسبقى ديما مو تسحر ليكم وتقدر تسطيك، عطاشي بخور وحجابات باش ديرهم في مجمر، قال لها غير ديريهم غيرجع كيجري لعندك. رجعوا للدار وطبقوا داكشي اللي قال لهم بالحرف. خالتي حطت المزمر حدا الشرجم ديال الكوزينه اللي كان كيطل على الباب ديال الاقامه. شويه حتى بان ليها السيد جاي، شافتو خالتي تصدمات، حلت الباب قال لها فينا هي بغيت نشوفها. قالت لي هيك خليتيها في المدينه ديالها، قال لها لا راه سمعت بلي كاينه هنايا. السيد بحال مصرفق، طلب منها السماحه وخرج هو وياها. بداو عاوتاني كيتلاقاو، ما كاملاش ايام قليله حتى قال لها عاوتاني عندي الخدمه، وخبر في مره حيت مو ساقط الخبر باللي جا لعندها وجدات ليهم داك السحر. هاد المره الوالده مرضات بزاف، خالتي داتها ورجعوا عاوتاني عند داك السيد اللي خدم ليهم المره الاولى. شاف الوالده فرح بقى كيشوف فيها، قال ليها داك السيد راه ما يصلحش ليك حيت مو سحاره وما غتخليكش في التيقار. الوالده خرجت من عنده وهي ناويه الطلاق، وقبل ما تخرج عطاها واحد الورقه فيها النمره ديالو. وبالفعل من مورا مده الوالده طلقات ورجعت لدارهم. هو الحق عليها حيت بقى فيه الحال، قالت لي سير تحاسب مع امك ماشي معايا. ناض صداع ولا ديما كيجي يجلس ليهم حدا الباب. اما الوالده كانت بدات كتواصل مع داك الفقيه اللي عاونها، ومن بعد جا باش يخطبها وتزوج بها. وداك الفقيه هو الاب ديالي الله يرحمه، كان من اطيب خلق الله، خدمته نقية غير بالقرآن وكيعاون الناس باش يفكوا السحر. وخا مات مغدور ولكن الحمد لله مات شهيد. شكرا اخويا حيت خليتيني نعبر ونعاود القصة ديالي، بغيت نقول لك انا من المتابعين ديالك الاوفياء ومبلية بالقصص اللي كتحط، كنت متردة باش نعاود لك هاد القصة حيت ماشي ديالي. شكرا والله يوفقك، وكنتمنى ان الناس يفهموها ويردوا بالهم حيت كاين السحر وكاين الناس اللي ما في قلبهمش الرحمة، ومراد اللي تخليها تخليك ونصيبك غيجي حتى لعندك، غير صبروا وعمركم ما تزربوا. كنشكروا الاخت اللي بارطاجات معنا هاد القصه هادي، وكنشكروا كاع الناس اللي دازوا في الحلقه ديال اليوم. كيف العاده اللي عنده شي قصه ولا موقف بحال هكا يخليه ليا في انستغرام. نتلاقاو في القصه الجايه، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.